هاي، قامت الدنيا وما قعدت من وقت ما قلت انه انا ما بدي اقاطع. عملتوني عميلة وعملتوني عم بقتل اطفال بغزة وعملتوني خاينة ونزلتوا في بكل الشتائم وفلتوا الجيش الالكتروني على اكس وعلى السوشيال ميديا، وصار كل حدا بده يركب موجة الترند يحكي عن الموضوع وينتقد واجتزقتوا من الحديث. اوكي، كتير منيح. انا ما بدي اقاطع، ومعروف ليه ما بدي اقاطع، لانه انا ما بدي شيء يأذي الشباب اللبناني، واذا هيدا تهمه واذا هيدا جريمه انا مستعده اتقبله. بس النقطه الاهم اللي بدي احكي فيها اليوم بالريل، انه انتو اليوم عم بتطالبوا انه نقاطع ماكدونالدز وستاربكس. اوكي طيب، المقاطعه كتير منيحه والمقاطعة بتعطي نتائج، وكلنا شفنا انه ارباح هيدا الشركات انخفضت، وانه مثل ما شفنا حتى بلبنان حتى اضطرت فروعها يمكن تسكر تخفف موظفينها. بس انتو الهدف من المقاطعة اللي عم تحكوا عنه انه تأثروا على الحرب بغزة وتقاطعوا شركات اصلا بتدعم الجيش الاسرائيلي. تبعتوني دليل واحد انه ماكدو الشركة الام، يعني اللي تابع لها ماكدو لبنان، عم تدعم اسرائيل. حدا يعطيني دليل واحد غير انه اللي عنده الفرنشايز، الزلم الاسرائيلي اللي عنده الفرنشايز باسرائيل حب يوزع وجبات مجانيه للجيش الاسرائيلي، اجت ماكدونالدز الام سحبت منه هيدا الفرنشايز. يعني انا اليوم شو الدليل انه انا اذا اكلت هالبرجر او اي ولد اجى اكل هالبرجر بكون عم بشتري فيها رصاصه عم باذي فيها اطفال غزه؟ طيب بدكم تقاطعوا فهمنا وحقكم، واكيد المقاطعه بتعطي نتائج، بس قاطعوا صح وما تتهمونا بالعمالة وبالخيانة، لأنه المقاطعة بالنهاية موضوع فردي كمان، كل واحد حر يقاطع حر. لا، ليه ما بتقاطعوا مثلا أكس اللي بتسبوني عليها ليل نهار؟ إيلون ماسك داعم علني لإسرائيل، التقى بنتنياهو بواشنطن، وبعز الحرب والقصف على غزة، وحتى من يومين لما حكينا أنه معقول يكون في حرب شاملة بالمنطقة رفض يزود المنطقة بستارلينك. طب قطعوها، قطع أكس، قطع أبل اللي كمان معظم الأسهم اللي فيها تابعين لشركة بلاك روك، بلاك روك اللي بتستثمر كمان بإسرائيل ومعروفة دعمها الواضح للجيش الإسرائيلي، ولا بس مجرد إنه يلا بدنا نخون ونطلع بالترند وطلعتوني سخيفة وطلعتوني عم بحكي كمان إنه ثقافة لبنان مرتبطة بالمكدو؟ وأنا أكيد مش هيدا قصدي لو أنتوا حضرتوا المقابلة. على كل حال، لما بتكون تقاطعوا قاطعوا صح، ولما بتكون تتهموا حدا بالعمالة على القليلة ما يكونوا العملاء بيناتكم. وأكيد أكيد أي شيء بضر بالشباب اللبناني أنا ما رح أعمله.